السلام عليكم. طهران ترد على تصريحات ماكرون المعادية لإيران وتوجه نصيحة للمسؤولين الفرنسيين. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعادية لإيران خلال لقائه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأوضح كنعاني قائلا إن مجرد اللقاء برئيس وزراء كيان يعتبره العالم تجسيدا لظاهرة الإرهاب المنظم المشؤومة والعنف والقتل وتهجير النساء والأطفال المظلومين في غرب آسيا بما في ذلك فلسطين، يستحق الإدانة والاستهجان. وتابع كنعاني إن الرئيس الفرنسي في وقت الذي ينتقد فيه الأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية يبدو أنه نسأ الكيان الصهيوني بامتلاكه عشرات الرؤوس الحربية النووية لا يتحمل أي رقابة دولية، وبماضيه الأسود في احتلال والعدوان العسكري يعد أهم مصدر لتهديد السلام والأمن الإقليمي والدولي. وأكمل بدلا من التعبير عن مخاوف مصطنعة بشأن أنشطة إيران النووية السلمية والتي تخضع بالكامل لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينبغي على الجانب الفرنسي إبلاغ العالم بكيفية حصول الإرهاب الحكومي الصهيوني على أسلحة نووية. ووجه كنعاني نصيحة إلى المسؤولين الفرنسيين بتصحيح النهج الخاطئ الحالي والعودة إلى مبدأ الاحترام المتبادل حتى لا يتسببوا في المزيد من الأضرار بالعلاقة الثنائية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إنه عقد أحد أفضل اللقاءات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتقارب كثير في وجهات النظر. وأوضح نتنياهو قائلا المحادثات كانت جيدة للغاية، تحدثنا عن أشياء ملموسة. وأعرب ماكرون عن استعداده للنظر في فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني. وأشار نتنياهو الذي وصل إلى باريس وعقد اجتماعات لمدة 3 ساعات مع ماكرون إلى أن هناك تقارب كبير جدا بين الاحتلال وفرنسا بالطريقة التي نرى بها التهديد الإيراني. وأضاف يجب أن أقول إن القلق مشترك وتقييم طبيعة النظام مشتركة، إنه تقارب غير مسبوق، لافتا إلى أنه قبل عدة سنوات فقط كان وحيدا في الإعراب عن القلق بشأن خطر إيران. في الأخير إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.